السلام عليكم مولودي ياسوج دول المغرب الفاسي وحسنيه اكادير ربحوا فتح الرباطي والاولمبيك خريبكه تعادلوا والمغرب التطواني ونهضه سبركان تعادلوا وجيش الملكي والاولمبيك اسفي تعادلوا شباب المحمديه والاتحاد التواركي تعادلوا كذلك وفي المقابل السوالم الدفاع الحسني الجديدي واتحاد طنجة خسر. قبل ما نبداو خليو واحد لايك وابوني باش نوصلوا 20000 قبل ما يسالي هذا الشهر ولا مكنتيش تابعني في انستغرام ها هو الانستغرام ديالي. اليوم ان شاء الله غنعطيكم ملخصات الدوري المغربي الجوله 20 ونبداو بمحتل المرتبه الاولى في الترتيب. الجيش ضيع نقطتين في الصراع على الصداره امام اسفي. اولمبيك اسفي فرض تعادل سلبي على الجيش الملكي وقال داكروز بان الارضيه والحراره هي اللي وقفت ضدنا. اما بالنسبه للدكاله فراها رقم كارثي غير مسبوق للدفاع الحسني الجديدي. الخساره الخامسه تواليا والسادسه مع المغرب الفاسي ب3-1. هادشي اللي مخلي الدفاع الحسني الجديدي هبط تنازليا لاسفل الترتيب وربما ينتهي به المطاف من الرتبه 20 للقسم الثاني. اما بالنسبه للمغرب الفاسي فراه كيمر واحد الفتره اللي عصير فراه تزادت ثقته من مور هذا الفوز اللي شحالو الفريق مفتقر ليه ونقاط ايجابيه ديال بن عسكر اعادت الفرح للجماهير المصاويه. وخا ما نقدرش نقول لكم باللي الماس قدرت تعول على هذه اللعابه وبهذه الطريقه ديال اللعب انها بتحتل شي مراتب اللي محترمه ولا نقدر نقول لك الثالثه ولا الرابعه فراه بهذا اللعب ما نقدرش نضمن ليها. يوتا الاغلبيه ديالهم جاهم اخطاء مع الفريق الخصم وبدينا كنشوفوا تطور اللعابه اللعابه دوك ديفلوبو من راسهم بحال نقدر نقول لك حمزه الجناتي اللي عطى اسيست وماركابيت يعني اللعابه غاديين في تحسن ونتمنوا من الله يعني مسيره موفقه للمغرب الفاسي ولكاع الفرق المغربيه. نمشيو دابا عند اكادير اللي فرض السيطره ديالو على الرجاء الرياضي بهدف قاتل وبنتيجه كيف ما راكم عارفين حسنيه اكادير كتحسن مركز 14 برصيد 20 نقطه اما الرجاء الرياضي فهي الرابعه برصيد 33 نقطه. حاولت الرجاء السيطره من البدايه خاصه التحركات ديال زكريا الهبطي ونوفل الزرهوني وبالمقابل كانت حسنيه اكادير كتعتمد على تحركات يوسف مسماري لولا التالق ديال مهدي الجرباوي والتصدي ليه المحاولات اللي خطيره كون كاع ما فرحوا بهذا الربح قبل ما يسجل يوسف مسماري هدف قاتل لحسنيه اكادير في وقت بدل ضائع وفرض الفوز لصالح حسنيه اكادير ب2-1. اما الرجاء فراه مشى اليوم واحد من اهم المدافعين في الفريق في وقت بدل ضائع بشام البطاقه الحمراء وراكم عارفين الرجاء مقبله على الديربي يعني جو بونسي لما اجلوش فراه غادي يلعبوا بلا جمال حركاز يعني الرجاء غتحرم الخدمات ديالو. نمشيو دابا عند اتحاد طنجه والامل ديالهم في البقاء من مور ما ربحوا المغرب الفاسي في الاقصائيه ديال كاس العرش والفوز كذلك على المغرب التطواني في الجوله 17 وفازوا كذلك على اولمبيك اسفي في الجوله 19 جمعتهم نهار الثلاث مباراه ضد وداد الرياضي اللي محتل الرتبه الثانيه. الوداد اتحاد طنجه في كرشو واعطاها 3-0 في اول دقائق من الشوط الاول الشيء اللي عطى للوداد امل في الصداره بحيث بعد على المرتبه الاولى بنقطتين وتعادل الجيش كان في الصالح ديالهم. اما بالنسبه للاتحاد فراه مازال في اخر الترتيب في صراع من اجل البقاء. ما تنساوش تهودوا لي كومونتير وتقولوا لي واش كتظنوا ان اتحاد طنجه غتقدر تضمن البقاء ديالها في هذا الموسم ولا غينتهي بها المطاف في القسم الثاني. الملخص ديالنا ديال هذه الجوله وهنا كيتوقف القطار ديال الدوري المغربي عند الجوله 20 من اجل افساح المجال امام المنتخب الوطني لخوض المباراتين الوديتين في النهايه ديال هذا الشهر امام البرازيل والبيرو. وبهذا كيكون سال الفيديو ديالنا نتمنى يكون الاعجاب ديالكم خليوا واحد لايك وابوني دوز لعندي لجميع المواقع التواصل الاجتماعي ديالي وتحياتي لكم.